ولتفاصيل أيضا حول مذكرة التفاهم البحرية التي تم توقيعها اليوم بين حكومة الوفاق الوطني والجانب التركي هنا في اسطنبول التركية. معنا عبر الهاتف وزير الخارجية بحكومة الوفاق السيد محمد الطهرسي. يا أهلا بك معنا معالي الوزير. ماذا تعني هذه المذكرة، مذكرة التفاهم البحرية التي تم توقيعها اليوم، وما هي مضامينها؟ نعم، مساء الخير. هذه المذكرة التفاهم التي وقعت اليوم هي تتويج لمباحثات مطولة جرت مع الجانب التركي، وهذه المذكرة تتعلق ب تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وتعني حماية الحقوق المشروعة للطرفين في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما في ضوء القواعد الحاكمة التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1981، ومن بينها جملة من القواعد الحاكمة منها قواعد العدالة والإنصاف. وكما تعلمون أن هذا التحديد إما أن يتم بالاتفاق بين الدولتين المتشاطئتين أي المتقابلتين على البحر بالاتفاق كما هي الحالة التي نحن بصددها، وإما أن يكون باللجوء إلى القضاء الدولي كما لجأت ليبيا إلى محكمة العدل الدولية في تحديد حالتي تونس ومالطا. فهي مذكرة تفاهم تعني بحماية الحقوق البحرية. ما تم توقيعه اليوم معالي الوزير، هل هناك أي تخوفات أنها ستمس السيادة الليبية أي المياه الإقليمية الليبية؟ على العكس، هي تحمي السيادة الليبية فيما يتعلق بالمناطق البحرية، وهذا موضوع خاص بالدولتين المتشاطئتين أي اللتين يتقابلان على البحر لحماية حقوقهم، وتحدد حقوق كل من الطرفين، ولذلك هي لحماية السيادة وليس لمفاسد السيادة. المكاسب التي سيحققها الجانب الليبي من توقيع هذه المذكرة سيد محمد سيالة، هل ما ذكرت لنا أن هناك مكاسب أخرى؟ المكاسب المعروفة هي مكاسب حماية هذه المنطقة وسيادة ليبيا على منطقتها، وبالتالي انطلاق عملياتها الخاصة بكل الثروات البحرية سواء كانت أسماك أو كانت غاز أو كانت نفط أو كانت عقيدات زيوت، كل ما يتعلق بخيرات البحر وفقا لما يحدده قانون البحار الدولي. ما هذه الاتفاقية، هل هناك أي خطورة من توقيعها؟ بمعنى هل ستقلق الاتحاد الأوروبي الذي لديه مصالح مع ليبيا؟ نأمل أن لا يكون ذلك، لأن هي تعني الدولتين المتقابلتين على شاطئ البحر الأبيض، ولذلك لا نتوقع أنها تقلق أحد. وعلى أي حال، الدول التي لم يتم الاتفاق عليها سوف نحن على استعداد للاتفاق معها على تحديد المناطق البحرية الخاصة بنا المتقابلة معها. كلمة أخيرة لك معالي الوزير، هل من رسالة تود قولها بعد ما تم إنجازه اليوم هنا في اسطنبول؟ كلمة أخيرة هي أن اللجوء إلى قواعد القانون الدولي هو شيء حضاري، ويجب أن تلجأ الدول إلى التوافق أولا، وحينما يكون هناك خلاف يتم اللجوء إلى القضاء الدولي. شكرا جزيلا لك. شكرا. وزير شكرا. الخارجية بحكومة الوفاق الوطني سيد محمد الطهرسي يالا، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.